مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا بعوده الدوري الايطالي الى قنواتكم المحترمه. تعود الروح وتعود كذلك الاجواء الكرويه الكبيره على مدى 11 جوله في نهايه هذا الموسم، في صراع طويل وشاق ومتعب بين اليوفي ولاتسيو والانتر من اجل التتويج بلقب الدوري الايطالي لهذا الموسم. ماوريتيو ساري امام مهمه صعبه في ظل انتقادات شديده يتعرض لها هذه الايام بهذه التشكيله، يخوض هذه المباراه في مواجهه ليتشي في الجوله 28 من الدوري الايطالي مع تشيسني في حراسه المرمى، كوادرادو على الجهه اليمنى، بليز ماتويدي على غير العاده سيكون على الجهه اليسرى، ماتايس ديليخت في وسط الدفاع، بونوتشي معه، رابيو وبيانيتش وبنتانكور، برناردسكي، رونالدو وباولو ديبالا. هذه تشكيله نادي ليتشي بقياده فابيو ليراني، بمجموع 18 و17 نقطه، ولكن يوفنتوس بحثا عن لقبهم التاسع على التوالي. بيانيتش لبرناردسكي، مثلا الاولى ويدخل من برناردسكي، رائعه كره برناردسكي. اعتقد بان الحكم ارفع الرايه معلنا وضع التسلل، كان متميز امام بولونيا. بيرلو ديبالا يفضل المراوغه، رابيو يلعبها الجهه اليمنى في اتجاه كوادرادو عن طريق اللاعب بيتري تشوني، ما زالت خطوره تلعب من هنالك، التسديد كره صعبه وخطيره، مرت سلامات من ريسبولي لعناصر فريق ليتشي، وصلت مباشره لفالكو والحكم المساعد يرفع الرايه معلنا وضع التسلل. فرغت رهيبه في وسط بنتانكور، ديبالا في خطا صفر له حكم المباراه، رونالدو لمس كرتين، بونوتشي كره بعيده لكريستيانو رونالدو او لبنتانكور، الكره راحت ضربه مرمى، كل الحكم لصالح الديره، كره خطيره، الدفاع يتدخل، وصلت لفيرا على الجهه اليسرى، تسترجع من برناردسكي، محاوله المرور، برناردسكي يلعبها بينيه، كريستيانو لبرناردسكي يلعبها مع بنتانكور في القائمه الثانيه، ولكن بعيده وفي خطا، الحكم يصفر لدفاع فريق ليتشي بعد مرور 10 دقائق لعب لحد الان. مشاهدي الافاضل، دفاعيه من ديليخت وتوصل من هنالك لباولو ديبالا، الرقابه لصيقه عليه، برناردسكي بعيد عليه، والتغطيه دفاعيه من قبل ديبالا، غرق في وسط دفاع فريق ليتشي، رونالدو من هنالك يستفيد من خطا بعد التدخل من بيتري تشوني، 7 بطاقات صفراء عنده بيتري ديبالا، لعبها في اتجاه الكوادرادو، بعيد الكرة هذه من كوادرادو، مرت سلامات، ولا كرة ولا فرصة ولا لقط من قبل بنا، خطا فادح، مازالت الخطورة، مندوسو، كرة أخرى صعبة لعناصر بوناتي، مازال بوناتي يدخل، بوناتي راح يلعب في الوسط، وكوادرادو جاء دوناتي يدخل، ديناتي وزع كره خطيره، وكوادرادو اذا تلعب ثنائيه، هذه رجعت لميرالين بيانيتش، التغطيه الدفاعيه، الكره تلعب من ميرالين بيانيتش، ركنيه خارجه بالروك، ممكن يقدم اللي استلمها من هنالك، بروعه، نعم يخرجوها بروعه، ومازال وفي خطا من هنالك من بونوتشي، اعطيك البطاقه يا بونوتشي. فالكو، فيليبو فالكو يستفيد من خطا بعد ذلك، محاولة التوزيع الأرضية، أولالا هذه مع فالكو، التوزيعة عالية بعيدة، ديسكي البحث عن أحد الرفقاء، لا ارفع الراية، ارفع الراية في نهاية المطاف، حكم المباراة معلنا وضع التسلل، حاول يلعب بدفاع متقدم كذلك دفاع فريق اليوفي، كوادرادو من أمام فيرا وخطأ لصالح برايان، لصالح كوادرادو امام برايان فيرا، لبونوتشي على الجهه اليمنى بعيده من بونوتشي، لرونالدو بالراس، متسلل يا برناردسكي، نعم 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 في وضع التسلل، لم يقدر، كرة صعبة من هنالك بونوتشي، والتفاصيل والجزئيات التي يصنعونها في الانطلاقات بأعداد كافية، ديسكي يحاول يمر، برناردسكي عرضية، رونالدو، ضاعت فرصة ثمينة من كريستيانو رونالدو، اللعبة من برناردسكي، هيئ نفسه كما ينبغي رونالدو، شوف خذا كامل وقته، لم يكن في وضع التسلل، رونالدو مر، رونالدو مرت سلامات،
وبدأت المحاولات من جانب فريق يوفنتوس نقصية من رونالدو منذ حين تسديدة الآن من راحت على الجهة اليمنى كرة خطيرة عن طريق دوناتشي وتغطية دفاعية من بونوتشي في الركنية كرة خطيرة قائمة الثانية لكنها بعيدة أختيديس البطاقة الصفراء الحمراء البطاقة الحمراء يخرجها حكم المباراة بسرعة من دون تردد لا 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 جا كوادرادو والدفاع يخرجها اليمنى يحاول يمر من أمام بليز ماتفيدي محاصر فالكو فيه فالكو يقول الحكم وين الكمام يبقى يلعب بخمس مدافعين المخالفة تنفذ بالراس تغطية دفاعية كو رجع للخلف محاولة التسديد وبا با 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 تسديدة صعبة وقوية ومرة سلامات رونالدو رونالدو ديبالا 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 يخرجها فيرا مباشرة في الركنية ميلان بيانيتش كرة خارجة مرفوعة خطيرة الدفاع الحكم يقول لا ليس هناك أي شيء يا ديليخت بيتريتشوني مرة أخرى بيتريتشوني يرجع للخلف يلعب مع فيرا وفي خطأ نعم يصفر الحكم لعناصر ليتش كرة صعبة كرة صعبة كرة صعبة لكنها بعيدة من فيرا طبعا أنا لا أريد أن أدقق وأفصل وأبقى في الجزئيات البسيطة جدا اسمه شتنسني مش تشيسني كما نسموه هنا ماتويدي ماتويدي وين يا ماتويدي وين بعيدة كثير هذه يفتح اللعب على الرواقين الكرة أرضية من رابيو في مختلف التطبيقات وينو ماتايس يا رونالدو وحده كريستيانو وحده لم يتمكن من هذه الكرة مش عارف كيف هرب رونالدو من هذه المراهقة كوادرادو أرضية ديبالا يرجع لرونالدو مرة ثانية رونالدو جول رونالدو برناردسكي والكرة عالية تأبى الدخول هذه الكرة للمرة الثانية على الأقل منذ حين رونالدو بالرأس والآن برناردسكي برجله اليسرى عالية كتير مرت سلامات بعد راح كوادرادو على الجهة اليمنى ديبالا مازال يلعب بينية ديبالا برناردسكي رجع لي ميران امبيانيش دي بنتانكور وبعيدة بعيدة تماما كرة الريغوياني في مباراة قلنا رقم 100 في العشر لاعبين لازم نتذكر دائما هيلة ممتازة ميران بيانيتش ضاعت مجددا رونالدو من الأول يدخل رونالدو باليمنى وباليسرى رونالدو يواصل رونالدو آخر فرصة لليوفي ديليخت كورتو عالية مرت فوق المرمى الشوط الأول سينتهي بالتعادل صعب وفي مباراة في شوط أول صعب وصعب وفيليبو فالكو ضربة الانطلاقة أعطيت أولى الكرات بليز ماتفيدي يخطئ هنا من امام اندريا ريسبولي الذي يستفيد من خطا في اول كره عاليه نزل التنظيم الدفاعي ولو بناقص لاعب محاوله المرور من كوادرادو الى نادي ليتشي هنا الخطا واضح لا الحكم من يشاهد كوادرادو الكره في الركنيه كتف نعم رجع الركنيه الكره تنفذ وصد الرائع من جابرييل هنا بونوتشي ارتقى وجابرييل رجعها بعد ما ضربت الكره في الارض في أول تغيير في تشكيلة اليوفي بحثا عن النفس الجديد ركزوا كثير على كوادرادو الدفاع الدخين يا ديبالا دخل ديبالا كرة ديبالا بعيدة كثير وراحت سلامات مرة ثانية ضيعتها رونالدو استلمها يلعب لديبالا ديبالا جول با 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 روعة
الكبار المنقذ الأرجنتيني الجوهر الصغير استلمها وحطها في الزاوية من هنالك على جابرييل، بروعة يفعلها باولو ديبالا ويسجل تاسع أهداف هذا الموسم. يا سلام، في الدقيقة الثامنة من انطلاقة الشوط الثاني في نهاية المطاف، صعب عليك تصمد أمام اليوفي بعشر لاعبين. قبل هنالك لكواترادو أرضية الكرة، رونالدو ضرب الجزاء، رونالدو وضرب الجزاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة الستين. انتظروا تساعدني التقنية من هنالك لتؤكد لي أم تنفي. يوفي وفي رصيد ويستعد رونالدو ولولا ويسجل كريستيانو رونالدو هدفه الثالث والعشرين مع فريق اليوفي هذا الموسم، وتصبح النتيجة 2-0 ويقترب شوية رونالدو من جيرو موبيلي ب 27 هدف، طبعا خلفه لوكاكو ب 19 هدف.